ريبورت باحترام بقى، احترام الشديد بقى اللي احنا نقدمه لشغلنا. تمام، احنا عندنا عربيات اهي كتير، والماركات وكل عربيه كل ماركه ليها الموديل بتاعها ومعرفش والسنين ومعرفش ايه. فاحنا هناخد 5 سنين، هناخد 5 سنين ونشتغل عليهم. خلاص، يعني هنيجي هناخد مثلا اخر 5 سنين مثلا، اهو اهو، لا احنا ناخد كله ما عدا اخر 5 سنين. تمام، ونروح مسحيين كل ده عشان الداتا كبيره قوي. ده انا عشان امسحها، بصوا شايفين اللودنج عمال يعمل قد ايه، بس كده اهو، بس كده. ونقول الو، بس كده بقى، بقى ريبورت. احنا كده واقفين لحد قد ايه؟ يا نهار ابيض، 2000 2000 بتاع كبير برضو. بصوا بقى يا جماعه، هنروح بقى ايه؟ اول حاجه احنا عايزين نعمل ريبورت ابن ناس. هنروح عاملين ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، بيفت تيبل بدون اي مقدمات. انسرت بيفت تيبل، اوكي ماشي. اول حاجه نختار العربيه، الماركه، الماركه، وبعد كده نختار السنه بتاعتها، وبعد كده نختار البرايس. كل عربيه كانت البرايس بتاعها قد ايه. تمام كده يا جماعه، ونروح عاملين مثلا ايه الشكل الاولاني ده كده، الشكل الجميل ده اللي هو نعمله ايه، يبقى نمبر ابن ناس كده. تمام، ونروح ايه، ركزوا بقى في اللي انا هقوله. دي كده شكل بيفت تيبل، يعني ما باجي ادوس هنا بيبقى عادي، او ما باجي ادوس هنا بيطلع لي الحاجات بتاعت البيفت تيبل. لا انا مش عايزه بيفت تيبل، هنعمل ايه، هنروح عاملين ده كده كوبي، ونعملها فاليو 1 2 3. لما اجي ادوس عليها ما بيحصلش اي حاجه. تمام، فاليو دي يعني ايه، ان انت بتجرده من كل حاجه، بيبقى رقم بس، ما بيبقاش جوه بيفت تيبل ولا جوه اي حاجه. فحد فاهم حاجه ولا لا؟ معلش، ممكن تعيد النقطه دي؟ ماشي اهو، ثواني بس نرجع كده ونرجع. بص يا جماعه، بص يا جماعه اهو، انت هنا لما تيجي تبعت لمديرك اي حاجه تخص الشغل ما تبعتلوش في بيفت تيبل، ما ينفعش، فاهم؟ افرض مثلا قال لك، سامعني؟ تمام تمام. افرض قال لك مثلا ابعت لي مثلا الحاجات دي على بادي الميل، يعني مثلا اول 5 عربيات دي على بادي الميل، فانت مش تبعتها له بالشكل ده. يعني ايه جراند توتال دي؟ ايه رو ليبلز دي؟ يعني ايه كلمه رو ليبلز دي؟ فاهم قصدي؟ حد ما اعرفش، في حد بيتكلم بس الصوت مش واضح. انا يعني بحاول اسمع، انا بحاول اسمع. بص، فانا بقول لك يعني ايه رو ليبلز، يعني ايه سام اوف برايس وكولوم ليبلز دي. الكلام مش حلو على فكره، يعني الكلمه ما بتبقاش حلوه، فاهم قصدي؟ فاحنا نعمل ايه عشان نخليها شكل حلو؟ هنشيل، نجرده بقى من كل حاجه، هنعملها، نعلم عليه كله كده كوبي 1 2 3 اللي هي دي، اللي هي فاليوز، اللي هي يبقى الرقم بدون اي حاجه. تمام كده يا جماعه، تمام. نروح بقى مظبطينه بقى بشكلنا احنا، نشيل الجراند توتال دي، ونشيل الجراند توتال تحت دي. اصل ده سعر العربيه، ده ملوش اي علاقه باي حاجه، فاهمين قصدي ايه؟ يعني مجموع العربيات دي التوتال بتاعها مش تفرق مع المدير في حاجه، ما هي كل سنه ليها اسعار معينه. يعني لما اجمع له مثلا مجموع كل دولت هيطلع له مثلا كام؟ 2 مليون ولا ما اعرفش شويه. ايوه 2 مليون دولت مش في شهر واحد، ده 2 مليون دولت على مدار 5 سنين. فلا طبعا، رقم مش بيبقى رقم يعني رقم مظبوط، لان كل سنه بيحصل مثلا فيها كوارث، بيحصل فيها حاجات اقتصاديه، ممكن سعر العربيات بتعلى، ممكن سعر العربيات بيقل. انت اهم حاجه انت عايز تجيب له سعر العربيه في سنه 2021 2020 2019، فاهمين قصدي ايه؟ تمام. وهنروح بقى ايه، عاملين ده كده الشكل ده كده، الله اكبر الله اكبر اهو، وهنروح مسحين اللي فوق ده كله، يبقى الشكل كده ابن ناس. ونحط دي، نخليها دي ميك، او اللي هي الماركه اللي هي البراند مثلا، ودي السنين اهي، ونعمل كده نظلل كده على البتاع كله اهو، ونخليه بالمنظر ده اللي هي البوردرز دي او اللي هي الحدود، نخليها بالشكل ده كده، ونخلي الالوان دي كده باللون الاصفر، تمام كده تمام. ونخلي الشكل ده كده كله اللي هو فورمات سيلز، فورمات سيلز اهي،
ونخليها نمبر ونخليها اللي هي سيبريت بعد ال 1000 جنيه دي تعمل لها زي كومه اهو بس كده كده شكل شيك قوي ده كده يا جماعه ادي كده اول ريبورت فاهمني تمام كده يعني ده ريبورت تقدر تبعته لمديرك يبقى شكله ابن ناس يعني يقول لك مثلا وليكن مثلا يا مجدي انا عايزك تبعت لي اسعار العربيات على مدار الخمس سنين اللي فاتت فاهم او اسعار مثلا البضاعه اللي عندنا على مدار خمس سنين اللي فاتت اه يا فندم حاضر وتروح اعملها له بالمنظر ده ما تعملهوش مثلا بالمنظر ده مثلا يعني عارف انت الشكل هو ايه اللي هو ده مثلا طب دي كده 1,350,000 ولا 135,000 فاهم قصدي فانت بتبقى عايز تفرقها له فاهم قصدي الصوت الصوت نعم تقول الكومة دي قصدك الكومة اللي بتفرق دي لا الكومة دي الكومة دي انا نفسي بتحاول في الموضوع ده انا ساعات بقرا ساعات 300 3 مليون وساعات بقرا 350,000 فكده تمام قوي تمام كده يا جماعه تمام كده ده اول ريبورت طب عايزين نعمل ريبورت تاني هنروح عاملين برضو بيفت تيبل هنا اهو بس نعمل اكزيستنج ورك شيت بدل ما اصل انت بس عارف لو دوست اوكي هيفتح لك في شيت جديد يعني يفتح لك شيت تاني يعني لو دوست كده اوكي هيفتح لك شيت تالت اهو فانت لا انت عايز كل الريبورتات تبقى هنا في هنا يعني ده نكتب هنا مثلا كلمه ريبورتس تمام فتيجي هنا انسرت بيفت تيبل وتختار اكزيستنج ورك شيت وتختار هنا تقول له انا عايز احط الشيت ده هنا تروح دايس اوكي تمام تمام ونروح مثلا مختارين ايه نختار مثلا زي الريجن الريجن فيها كام نوع عربيه الريجن فيها كام بيستهلكوا ثواني هقول لك انا ممكن كام نوع عربيه بيبقى اعلى حاجه المايلج بتاعتها او اللي هي لا كام نوع عربيه فيها التايب بتاعها اللي هو اذا كان مانيوال ولا اوتوماتيك واذا كان فيول التايب بتاعها اذا كان جاز ولا ديزل ولا ده هنروح عاملين هنا وناخد العربيه تاني بس المره دي احنا عايزين مثلا ايه نروح حاطين مثلا اذا كانت اوتوماتيك ولا جير اهو فين 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 الانجن سايز الانجن سايز ده ايه ده انا اسمها ايه دي هنا الجير تايب الجير تايب اهو الجير تايب اهو ونروح يا جماعه فاكرين الحركه اللي احنا قلناها دي وناخد العربيه هي ونحطها هنا بحيث ان عربيه اودي دي فيها 13 موديل منها فيها اوتوماتيك ومثلا عربيه زي دوج دي فيها 34 منها اوتوماتيك وواحده مانيوال حد فاهم حاجه العربيات مثلا دي الازر دي لا دي عربيات تانية العربيه التويوتا دي في منها 470 عربيه اوتوماتيك و78 مانيوال طب ايه رايكم يا جماعه لو احنا قللنا ال بتاع شويه يعني مثلا وليكن خلينا مثلا بعد ال100 عايزين نقلل الرقم شويه يعني عايزين نقلل الداتا شويه عشان تبقى الداتا واضحه قدامنا شويه نعمل هنا ريفرش كده بقت اصغر شويه تمام فما بقاش فيه مانيوال كتير فانا مثلا ممكن نختار الفيول تايب اهي لا الفيول تايب ايه ده احنا عايزين الجير تايب احنا عايزين الفيول تايب الفيول تايب اللي هو جاز وديزل وبعد كده نعملها هنا كده ايوه بالظبط في منهم هو ايه الديزل ده يا جماعه حد هو ممكن اعرف ايه الديزل ده يا جماعه حضرتك حد فاهم ايه الديزل الديزل ده اللي هو الجاز الجاز يعني فانت عندك بص بقى فاحنا هنعمل برضه نفس شكل الريبورت اللي احنا عملناه اللي هو نيجي نعمل هنا وهنخليها فاليوز فاليوز وهنعمل نشيل الجراند توتال ده خالص ونشيل الجراند توتال ده خالص وهنيجي نشيل ده خالص اهو وهنيجي الرو ليبلز دي نخليها البراند تمام والهايبريد ومعرفش الجاز ومعرفش ايه اهو ونعمل ده كده بالشكل الجميل ده اهو ونخلي ده بالشكل الاصفر بس كده تمام ونحط الريبورت ده كمان هنا
حد فاهم حاجة؟ طب بص انت ثواني يا مجدي، لحظة، انت كلمتني قبل كده شلت حاجة وكلمتني بيها، يعني شلت المايك. نعم كده كويس. طيب ايوه كده كويس جدا يا عم انت. تمام. بقول لحضرتك لما هو كان يعني كان في زي رو كده، يعني كان في رو كده فوق، فحضرتك شلته بسرعه. حضرتك عملتها ازاي، او نظمت او طلعت الجدول كله فوق بسرعه؟ عملت يعني انا دي بحتاجها بعد ساعات. ايوه يعني بص بالظبط، يعني في كولم كده فوق، فحضرتك طلعته ازاي على طول؟ أيوة كده فوق. انت كل اللي انت بتعمله يا مجدي انك بتعلم عليها كلها كده اهو، وتروح ساحب دي كده لفوق اهو، تمام خلاص. تمام كده، ماشي تمام ماشي. ماشي. ما انا عارف ان في تفاصيل، انا عارف مقدر والله ان في تفاصيل ساعات ان الناس بتركز فيها، لان انا ساعات لما كنت بتعلم البايثون كنت برضو بركز في التفاصيل الصغيره دي، اللي كان الانستراكتور اللي كان بيعلمني بيجري كده برضو. انا اسف، اي حاجه وقفني فيها وانا تحت امرك. تمام، تسلم حضرتك. تحت امرك. مثلا ايه بقى تاني؟ مثلا نختار حد يا جماعه يعني يساعدني كده، هو دي فيها ايه تاني؟ الريجن. بصوا يا جماعه، صح الكالر، ممكن الكالر قد ايه؟ بس احنا عايزين نعرف اكتر كالر. ممكن الكالر، صح. تعالي نعملها، هنيجي نعمل هنا انسرت، وهنيجي في اكزيستنج شيت برضو، ونختار الحته دي برضو، نختار الحته دي، ندوس اوكي. تمام، ونختار العربيات. ثانيه يا استاذه، ونختار العربيات اهي، والكالر بتاعها اهو، ونروح حاطين البتاع التاني، العربيه هنا. هتلاقوا بقى هنا، ركزوا بقى في اللقطه دي، اكتر نوع الجراي ده، شايفين الجراي؟ يعني عربيه زي هيونداي اهي، دي 8 كمان، في منها 8 موديلات لونهم ابيض. حد فاهم حاجه؟ هي باينه، بس هو الجدول صغير. شويه بس. ما هو انا اسف والله، بس يعني هو هي باينه كده كويس، يعني ممكن لو انا وضحت لكم كده تبقى افضل. طبعا كده احسن. ماشي، يعني شايفين مثلا هيونداي دي، مثلا هيونداي اهي، في منها 6 جراي، 6 موديلات لونهم جراي اهو، وخمسه لونهم سيلفر، و8 لونهم ابيض. 8 وايت. تمام. اكتر التويوتا دي بتنزل موديلاتها، اغلبيه الموديلات كلها بتبقى 10 موديلات بيض. يا جماعه انتوا عارفين ان التحليلات دي فعلا فعلا جامده جدا، انك ممكن تعرف تحلل مؤسسه كامله عن طريق البيفت تيبل دي. تخيل دي يا مجدي، تخيل دي مثلا يا يحيى، اللي انت ممكن تحلل مؤسسه كامله. هي رحمه فين؟ صح، هي رحمه معانا؟ معاك يا فندم والله. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا رب. تشكر والله، تشكر. المهم اللي انا بس عايز اقول لكم ايه، ان انت ممكن تحلل بيانات كتير قوي من حاجات بسيطه زي كده. يعني مثلا ايه اكتر حاجه مثلا، يعني الناس مثلا ما بتستخدمش بلاك كتير، لو تلاحظوا كل الموديلات ما فيش حد بيستخدم بلاك كتير. يعني شيفروليه مستخدمه يعني نوع، يعني موديل واحد من عندها لونه بلاك، لك مع ان عشان بيبقى اغلب. نعم. عشان بيبقى اغلب السعر. بجد والله؟ طبعا. والبلو برضه يعتبر اقل بكتير. الله عليك يا صبري، ايوه كده، اديني كده صبري، دي معلومه حلوه دي. هي البلاك دي تبقى غاليه؟ والله بتزيد عن الالوان الثانيه طبعا. عن الالوان الثانيه، ايوه صح. انا ما اعرفش، يعني الابيض ده ارخصهم؟ لا مش مالوش علاقه، امال الاسود عامه في السوق عامه دايما الاسود بيزيد مثلا 2000 او 3000 جنيه حاجه زي كده يعني. الله عليك، لا حلو، دي تركايه دي برده مش موجوده كتير. ماشي كويس كده، شكرا صبري. العفو بقى. بص، فانت عندك اهو دي بقى حاجه اهي، شفت اهي، سبحان الله، حاجه اهي من ضمن الحاجات اللي احنا عرفناها اهو، واحنا شغالين كده، يعني اللي هو يعني صدفه اهي. عندك اهو اللون الابيض ده، يعني تلاقي كل الناس يعني مستهلكه اكتر اللون الابيض. طب ما ايه رايكم، حاجه حلوه قوي،
نعمل نركز بقى الالوانات، يعني نحط اللون هنا ونحط الماركه هنا، فاهمين؟ تمام. بصوا بقى ركزوا بقى في اللقطه اللي انا هعملها لكم، اللقطه دي جامده قوي. لو تلاحظوا بصوا كده، قلل اللون ده كده شويه، تلاقوا بصوا ركزوا بقى في اللقطه، اعلى لون هنا نعمل صورت كده ونخليها من اعلى لاكبر، اعلى لون اللون الابيض. حد فاهم حاجه من اللي انا عملته ده ولا لا؟ بالنسبه لكل الموديلات لكل الماركات بالظبط. اه فاهم حاجه صبري؟ فاهمين حاجه يا جماعه؟ طبعا. الموضوع ده هيعجبك قوي والله. دعاء في منا فيش يعني حد انتوا معانا؟ اه تمام تمام. بصوا شايفين مثلا اللون الابيض ده اهو، بص في 36 في 36 عربيه منهم نزلت لون ابيض، ده اعلى حاجه بتنزل. السيلفر بعديها، اللون الجري بعديها، البلاك بعديها، اخر لون اللي هو النيفي او اللي هو اللون الازرق، الازرق النيفي ده اللي هو لونه اسمه احلى ازرق كده، لونه حلو قوي يعني، لون ازرق مش ازرق بيبسي يعني. اه لون بيبسي مثلا. اه نيفي ده جميل، او عندي عندي تيشرت لونه نيفي كده بيبقى جامد قوي. بس هنعمله بقى نعكس بقى كده، ولا اقول لكم لا مش لازم نعكس، احنا كده تمام قوي اهو. هنعملها كده كوبي فاليوز، وهنشيل كل ده، كل ده هنشيله ونقفل دي ونعمل ديليت، وهنخلي وهنشيل الرو دي، هنخلي الكالر و المودلز بتاعت العربيات، كار موديل او موديل كار مودلز. فبصوا بقى يا جماعه دي بقى فكرتها ايه، هقول له ان اكتر لون الناس بتستخدمه هو اللون الابيض، اللون السيلفر بعديه، الجراي، الاسود بعديه، فاهمين قصدي؟ زي احصائيه، زي احصائيه، ما هي وما كلها احصائيات، ما احنا شغالين كلها احصائيات اهو. ونروح ده كده اصفر ونعمل كده اهو، نشيل الجراند توتال اللي تحت دي كده عشان ملهاش لازمه اهو، بس يبقى انت لما تيجي تعمل عربيه تختار من الالوانات اللي موجوده دي، واكتر الوان موجوده هم الخمسه الاولانيين دول، او اللي هم الاربعه الاولانيين دول. لو انت عايز تعمل عربيه ومربحه، اكتر اكتر الناس بتستخدم العربيات بتبقى هنا كده في الالوان دي اهو كده يا جماعه. خلي ما بينهم كل واحده كده ما بينهم اهو. ايه رايكم يا جماعه؟ لا تمام دلوقتي خالص والله. تاني كده تاني كده، قول تاني كده. لو لحضرتك اشيك شكلها اشيك بالظبط كده، شكلها شيك قوي يعني كده، انت تقدر تبعتها لمديرك كده تبقى الدنيا بنت ناس كده، تحس ان هو ايه ايه الدلع ده، فاهم قصدي؟ يبقى مثلا ايه تيجي تبص اه عايز تفلتر بقى، ركز بقى في اللي انا بقوله. هنعمل كده نقف هنا وندوس على كلمه داتا وندوس على كلمه فلتر اللي عامله زي القمع دي، اي اتفلترت على 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 على, على التيبل ده، ونختار مثلا كام عربيه مثلا زي بي واي دي، شيري، كريزلر، فيت. اي بصوا يا جماعه البي واي دي سنه 2020 كان ب 28000 جنيه، الشيري ب 42000 جنيه، الكريزلر دي كانت بمليون معرفش ايه، وقال يعني فاهمين قصدي ايه؟ هنفك دي كده بقى الفلتر جميل، نقف هنا مثلا نعمل فلتر تاني بقت هنا. على فكره يا جماعه الفلتر مش بيتعمل على كل ده، يعني انت لو جيت وقفت هنا في الفضه هنا ودوست فلتر مش هيعمل. ليه؟ لان هو لازم يلاقي تيبل، لازم يلاقي تظليل، لازم يلاقي زي سور كده ما بينه. يعني نيجي نقف هنا اهو، نيجي ندوس فلتر هيعمل لي على الـ على الـ على الجدول الصغير ده. حد فاهم حاجه ولا بيحدد يعني؟ ايوه. طب لو انت عايز تعمل فلتر على كل ده، استنى نرفع دي الفلتر كده شويه، هتروح عامل على الرو كده مثبته كده، وتروح عامل فلتر بقى، الفلتر بقى على كل ده، فاهمين؟ تمام كده يا جماعه؟ تمام ماشي. دلوقتي بقى معلش انا هفتح بقى الكاميرا كده، هوقف الستوب شير ده كده لحظه وهفتح كاميرا. مساء الفل اهو، عاملين ايه؟ دلوقتي الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نعملها حاجه اسمها داتا فيجواليزيشن. رحمه انت بتهيألي انت فاكره الكلمه دي، مهتم جدا بالظبط. داتا فيجواليزيشن ان انت تعمل استعراض للداتا بتاعتك، تعمل الداتا بتاعتك شكلها يبقى شيك، يعني شكلها بقى عارفين بقى الاشكال اللي بتبان، زي مثلا فاكرين
الاستعراضات بتاعت كوفيد الكوفيد دي بتاعت كوفيد 19 اللي هي لما كان بيجيب لك الاحصائيه على التلفزيون يقول لك مثلا ايه في 19 مصابين في 3 وفيات في ما اعرفش ايه في المستشفى، فاكرين الحته دي؟ صح كده؟ صح. المهم ف ان انت تقدر تعمل شكل بقى بياني اسمها الداتا فيجواليزيشن او استعراض للداتا او الحاجات المهمه للداتا يعني اعتقد اعرض ببساطه داتا شو؟ نعم داتا شو شو كده اللي انت تعملها بشكل شيك شويه تمام، يعني ما يبقاش المنظر ما يبقاش المنظر زي اللي انت شايفه ده، يبقى المنظر بقى ايه بقى منظر ابن ناس كده اللي انت تقدر تعمل رسوم بيانيه بقى وتعمل في فطيرة. على فكره في رسم بياني اسمه فطيرة على فكره اسمه باي اللي هو ماشي. المهم يعني هوريكوا ده بصوا بقى يا جماعه احنا خلصنا ده بقى خلاص كده، ده الشكل اللي انا هبعته لمديري ده ريبورتات. تعال بقى نعمل كام رسم بياني كده بقى عشان يبقى ابن ناس. نيجي بقى هنا بسم الله هنعمل insert pivot table pivot table اهو ده هنكتبه ايه رسم بياني يعني ايه بالانجليزي مش فكر اسمها charts او charts تمام كده يا جماعه. الشارت يعني رسم بياني. هنختار العربيه وهنختار لا احنا عايزين نقلل العربيات احنا مش عايزين نخليها العربيات احنا اصل الشارتس دي تبقى كبيره قوي احنا عايزين نخليها مثلا كده على 50 ونشيل اللي تحت ده اصل الشارتس دي هتبقى محتاجه حاجات صغيره شويه برضو ما صغرتش كتير يعني بس المهم يعني اهو العربيه اهي ونختار نختار ايه نختار ايه نختار ايه السنه بتاعتها اهي بالسنين ونختار كلر الكلر بقى يبقى هو مفيش غير الكلر لا بس الكلر ده مش هينفع يبقى اتحط هنا الكلر لا ما ينفعش برضو اتحط هنا احنا عايزين نعمل مايل ايج مايل ايج دي اللي هي عمر ال مايل ايج دي اللي هي عمر الطول بتاعنا اهو هنعمل كده اهي نعمل كده تمام مشيت كام كيلو 70 كيلو 173 كيلو معرفش ايه تمام ونيجي بقى نشيل الجراند توتال ده هنشيله من هنا كده ريموف اوف اهو كده بقى احنا بقينا كده. تعالوا بقى نكتب بقى نعمل ايه بقى انسرت بسم الله الرحمن الرحيم انسرت اهو دي بقى التشارتس اللي احنا اللي كلمه شارتس اهي اللي هي مكتوبه هنا اهي. تحبوا نعمل ايه؟ تحبوا نبتدي مثلا بايه؟ نبتدي مثلا بريكومندد شارتس دي مثلا. بصوا بقى دي بقى بيقعد يقول لك على اشكال وبيانات حاجات معينه. بس انا مش عايز كده، انا عايز الستوك سيرفيس هي دي اهم حاجه دي اللاينز دي بس اللاينز مش هتفيد قوي لان احنا عايزين نشيل. بصوا يا جماعه احنا هنشيل سنه هنشيل كام سنه كده عشان السنين هتفرق معانا هنخلي 2021 بس علشان على الوضع ده هتضرب نار يعني مش هتبقى اهو بس كده اهو هنشيل 2021 التشارتس اهي انا بس انالايز اهي بس كده الله جميل قوي كده تمام وهنروح عاملين انسرت ونختار مثلا نختار مثلا اي شكل منهم تمام كده يا جماعه زي مثلا الاشكال دي مثلا تعالى نبص على دي بص ايه ده الشكل بتاعها الشكل بتاعها بقى بيقول لك ايه هنا بيقول لك ان المايل ايج المايل ايج اهي المايل ايج اهي بيقول لك ان شركه ليكسس في سنه اهي حتى كاتبين لك اهو 2020 اهي اللون الازرق ده 2020 واللون الاحمر ده 2021 تمام بيقول لك ان ليكسس دي في 2020 كان المايل ايج بتاعها كان 20000 يعني كانت فوق ال 20000 وشويه
لو انت عايز تعدل اكتر بقى وتعمل حاجات اكتر فيها، في بقى في الديزاين، تعال هنا اهو، تيجي تقف هنا وتيجي في الديزاين. الديزاين بقى ممكن تعمل ايه؟ تختار هنا اهي مثلا دي، تختار الارقام كده تبقى بالمنظر ده. المنظر ده بيبقى حلو على فكره، المنظر ده مثلا، المنظر ده بيبقى شيك شويه، اللي هو ايه المايل ايدج بتاعها، اللي هو عمر الموتور بتاعها او المايل ايدج اللي هي كم مشيت كم كيلو، يعني بتمشي كم كيلو. المرسيدس 35000 كيلو، الليكزس، مش الليكزس دي يا جماعه حاجه غاليه قوي. الو، انا بصراحه اول مره اسمع الماركه دي. دي ليكزس دي غاليه جدا. لا لا لا، دي ليكزس دي غاليه جدا، عامله زي استون مارتن كده ويمكن اعلى كمان. ايوه وزي الجاكوار وكده. لا دي اعلى بتهيالي، الليكزس دي ما بتسمعش عنها عشان هي عاليه جدا يعني. عامله طيب اكيد موجوده عندنا، عامله زي اللي هي اسمها ايه، زي اللي هي روز رويز والكلام، الحاجات الفخمه دي يعني. فانت عندك بص الشكل ده بقى، بصوا يا جماعه الشكل ده، ده شكل المايل ايج بتاعهم، يعني اللي هي ايه مثلا شركه تويوتا دي مثلا بتمشي 61000 61000 جنيه 61000 اسمه ايه ده 61000 كيلو كيلو. تمام، دي اول حاجه. تمام كده يا جماعه، ركزوا في اللقطه دي، ده كده المايل ايج بتاعه. هنصغر دي كده اهي وهنخليها بشكل، حد عايز يخليها باللون الاسود مثلا كده، شو كده شكلها احلى. اه احسن، اه كده احسن اهي، نوسع دي كده شويه اهي. تمام كده يا جماعه، نعمل ريبورت تاني ونعمل نختار ايه ده، هو الدنيا قلت لي كده، ماشي حلوه دي برضه، نقلل تاني، نعمل انسرت بيفت تيبل ونعمل اكزيستنج ونخليه في التشارت اهي، ونخليها بالمنظر هنا كده، هنا كده اهي، ونقول له احنا عايزين اسعار العربيات ونحط البرايس بتاعها. تمام كده، وممكن نحط، لا مش عايزين نحط حاجه تاني، ونعمل انسرت اهي كده، انسرت ونخليها بالمنظر اللي هو ممكن نخليها لاين باي، لا انا مش عايز باي دي مثلا، دي كويس اهي. تمام كده يا جماعه اهي، وهنعمل في الديزاين اهو كده، نختار في الديزاين ونقعد بقى نختار يعني ايه، نجيب بقى الديزاين بقى بتاعنا اللي هو احنا عايزين نظبط الديزاين بتاعنا اللي هو يبقى شكله عامل ازاي، ونخليه مثلا بالمنظر ده. تمام كده، احنا عشان عايزين نظبط يعني دي مثلا دي 50، الرقم ده غريب، فانت لو تيجي تعمل هنا كده اهو، تعمل فورمات سيلز ونعمل نمبر فورمات ونختار الديسيمال ونقلل دي كده اهو. حد خد باله من اللي انا عملته ده ولا لا؟ السلام عليكم. نعم اخدت بالي من حضرتك، عملنا السبريت، بس السبريت اهو، ونروح مفتحين دي كده شويه كده اهو، اهو كده بقى شكلها شياكه شويه، صح كده ولا اهو، ونعلي دي كمان نخليها كده، ولا ايه رايكم نخليها زي شكل اللي هو ايه، يبقى الشكل اللي هو اللي هو ده كده، نقلل دي كده ونخليها كده عشان نعمل واحده هنا كمان. تمام كده، ونخلي انا عايزين نخش في الديزاين كده ونقعد نعمل ايه، يعني يا جماعه خليكم معايا يعني، حد مثلا يساعدني مثلا ولا حاجه يعني كده كويس. اللون ده يعني ممكن نخلي بقى الكتابه باللون الاسود عشان في زيرو، مش الكتابه دي اللي هي التويوتا دي ولا لا ولا الأرقام. الارقام، الارقام بقى تروحي دايسه عليها بس، انت بتجرب تدوسي عليها كده مرتين اهي، بيجيب لك اهو الالوانات اهي. انت عايزه الالوان تبقى ايه؟ تبقى الفيل بتاعها سوليد فيل، ونخليها باللون الاسود. لا احنا عايزين نخلي كل الارقام، ثانيه عايزين نخلي كل الارقام اهي، ونعمل فيل اهو ونعمله باللون الاسود، صح كده؟ ظهرت اكتر. اه بالظبط، ما احنا بقى، انت بقى انت عمالين يعني بنعمل بقى داتا فيجواليزيشن براحتنا اهو، اهو نقلل دي كده ونجيب دي كده شويه كده على جنب، يبقى شكلها كده ابن ناس كده. عايزين بقى نعمل بقى باي، بقى الباي ده اللي هو ايه بقى، اللي هو هقول لكم هقول لكم هقول لكم شيل 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 السماعه واتكلم، شيل السماعه واتكلم بعد اذنك. المنظر اللي عامل زي الدايره كده، ايوه ما هو الباي، ما هي دي اللي انا بدور عليها. ما هو بص انا عايز ادور على الباي، الباي ده اللي هو ايه، هقول لك انا
هقول لك ونقول الو ونقول هقول لك احنا دي كام واحده. نجيب الريجن ونجيب استحواذ الريجن على الماركات. هقول لك انا هجيبها لك ازاي. بص هنعمل هنا انسرت ونيجي هنا في الاكزيستنج ونحطها هنا كده اوكي. وهنيجي بقى هنا في الريجن. الريجن اهي كل ريجن فيها كام ماركه. فاهمين؟ السلام عليكم. تمام كده يعني. ونعمل انسرت ونعمل بقى اللي هي الباي. الباي بقى اهي يا ابن اللعيبه ايه الدلع ده. ونروح عاملينه هنا كده اهي. ونروح بقى ايه. لا المنظر مش عاجبني. نجي بقى في الديزاين ونختار بقى الديزاين بتاعنا. ايه رايكم يا جماعه نخليها كده ولا كده ولا كده؟ انا بخليه انا عايز الكلمه تبقى جوه الدايره يعني الريجن تبقى جوه الدايره يبقى كده المدينه والدمام وكده. بعد كده نطلع فوق بقى تاني نختار بقى الالوانات. حد فاهم اللي انا بعمله يا جماعه ولا انا بالله عليكم يعني انتوا معايا صح؟ فاهم معايا. لا حضرتك يعني مش مع الاسف يعني. لا ماشي انتوا مستمتعين اهم حاجه معايا زي ما انا مستمتع كده ولا؟ اكيد جدا. ماشي اهو نعمل في الديزاين اهو ونختار بقى الالوانات بقى يا استاذه. احنا عايزين الوانات بقى تبقى شياكه بقى كده كده. اللون ده كويس ولا اللون ده؟ لا اللون ده مش قد كده. اللون ده كويس الازرق ده ولا اللون ده؟ بس الخلفيه السوداء حلوه. بس الخلفيه السوداء في جنبها خلفيه سوداء جنبيها. احنا عايزين بقى يا استاذه نغير. طب ايه رايك نخليها كده ونعمل حاجه كده في الفيل نبقى نو فيل. ايوه بالظبط. احنا بقى عايزين نعمل بقى اللون بتاعنا احنا مور كولرز ونعمل بقى كاستم بقى. وايه رايكم بقى في يعني اللي احنا ناخد بقى فاهمين ولا نعمل مثلا ستاندرد كده تبقى كويسه. ايه اللون المستفز ده يا جدعان؟ اهو احنا ما انت بقى بصي انتوا احنا بنقعد بقى نلعب. ما احنا معلش انا اسف يعني عشان نوصل لاحسن حاجه. طبعا صح ولا غلط؟ ونعمل دي كده نخليها باللون الاسود اهو هنا مثلا كده. ونخلي مثلا دي باللون الاسود برضو اهو سوليد ونخليها دي باللون الاسود اهو. ونخلي مثلا الكلام ده مثلا يكبر شويه اهو. ونخلي الدايره دي تكبر اكتر اهي. السكيل بتاعها يكبر يعني فاهمين يعني ايه ولا حد فاهم حاجه ولا انا ولا السلام عليكم؟ انا تمام. انتوا تمام يعني انتوا تمام؟ تمام اهو بس كده اهو. ونكبر كلمه المدينه دي شويه اهي الدمام اهو اهو. ونكبر الكلمه دي برضو ولا اقول لك نشيل دي خالص؟ نشيلها ولا صح نشيلها يا جماعه صح؟ ما كده مش هتفرق معانا في حاجه. ودي تبقى بص بقى احنا ممكن بقى نكتب بقى عليهم بقى يعني مثلا ايه نعمل هنا مثلا الكلمه دي كده نكبرها شويه ونعمل اسمها ايه. بصوا يا جماعه الكونتريبيوشن دي اللي هي مساهمه. بص كل مدينه يعني كل مدينه فيها كام موديل عربيه. فانت لو تلاحظ الرياض دي واخده 60% 60% ليه؟ لان اكتر عربيات بتتصنع في الرياض. يعني لما تيجي تبص هنا وتيجي تبص على الرياض دي اهي هتلاقي اكتر من كذا موديل عرب مرسيدس ونيسان وتويوتا وهيونداي فاهمين قصدي ايه. فدي اكتر عربيه اكتر منطقه بتعمل عربيات. فهي دي الحته دي. فانا عايز اكتب ايه. تعالوا بص نعمل نحط مثلا ايه استحواذ يعني بصوا الباي دي وظيفتها اللي هي بتجيب مساهمه كل منطقه قد ايه. فتلاقي الرياض اعلى حاجه الدمام بعديها قاسم والمدينه قاسم والمدينه بعديهم. نخلي اللون ده باللون الاسود. استنوا كده بقت افضل صح كده؟ صح كده تمام. فاهمين قصدي ايه؟ فلو نخليها كده كمان اهو بس كده بقت افضل اكتر. فتلاقي الرياض دي اعلى حاجه اهي. انتوا فاهمين على فكره يا جماعه الموضوع قسما بالله الموضوع سهل جدا. يعني الموضوع انتوا لو تلاحظوا انتوا انا بتعامل بايدي انا ما بعملش اي حاجه غريبه. انتوا فاهميني ولا؟
مش تمام. اكيد طبعا سهل لحضرتك، انا حافظ الحاجه مكانها فين وتروح فين وتيجي منين. بس على فكره صبري والله الموضوع والله سهل جدا. يعني بص اقول لك انا على فكره لحظه، انا اقول لك على حاجه حلوه جدا. انا هم من الناس انا التشارتس دي ما بعملهاش كتير، فانا مثلا ايه بهو بروح جاي مثلا هنا، انا عايز مثلا اكتب هنا استحواذ المنطقه مثلا، يعني اكتب هنا مثلا اريا كونتريبيوشن كونتريبيوشن اهي. بص اريا كونتريبيوشن دي اللي هي استحواذ المنطقه على العربيات اهي. مثلا عايز اكتب مكان التوتال دي، مثلا التوتال دي اكتب مثلا مكانها ايه اللي هي اسعار العربيات. ادوس على التوتال دي اهي، ادوس اهي بدوست عليها اهي بس دوسه واحده، واروح جاي هنا وامسح اللي فيها واكتب كار برايسز. ما فيهاش حاجه على فكره اهو. مثلا هنا عايز الحاجات دي تبقى ضخمه شويه، انا اروح جاي هنا بص بص يا صبري ما عملتش حاجه، اروح جاي هنا اهو دوست على الدوسه هنا كده اهو، واروح جاي على كلمه ديزاين وابقى اختار الاشكال بتاعتي، فاهم دماغي اهو. ايوه تمام. الشكل اللي انا عايزه ما اعرفش ايه الحاجات اهي بس كده. مثلا بس كده اهو. انت مثلا عايز نكبر الـ 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 يعني اضخم دي شويه، اخلي دي ضخمه شويه، اروح جاي على كلمه فورمات اهي. والله انا ما فاكر حتى التكبير او تشينج تشارت تايب اهي. لا برضو انا بص انا بقعد اجرب برضو معاكم لاني بقالي كتير فعلا ما جربتش الحاجات دي اهو. لا انا مش في انالايز، هي مش في انالايز، هي في ديزاين والحته دي بس. يعني انا مثلا عايز ان انا اضخم دي شويه، ابقى دي اخليها ضخمه شويه اهو كده. انا وقفت عليهم و ديزاين لا ما بتضخمش الفورمات شيب، لا برضو هي تبقى في ديزاين. لا شيل السماعه واتكلم يا ابوس ايدك يا مالك. انت بتتكلم ولا بقول لحضرتك؟ طب انا دلوقتي لو جيت غيرت مثلا اي رقم عندي من الارقام اللي هي مكتوبه في الشارت دي، هلاقي يرقط لوحده ولا لازم اكتب معادله عشان؟ تعال نجرب، تعال نجرب. شايف هيونداي دي؟ هيونداي دي 2000 جنيه صح كده؟ 2000 مايل تمام. هنيجي هنا اهو، هاجي في الريبورت ده، الريبورت ده اهو، واكتب الهيونداي. هيونداي فين؟ هيونداي اهي وهي 2000. هعملها مثلا نخليها 20000 تمام، ودوس انتر تمام، بقت 20000 تمام. هي هنا مش هتسمع، هتسمع فين بقى؟ لما اجي اروح جاي هنا كده في الـ في الـ في البيفت تيبل بتاعها، واروح جاي كلمه انالايز اهي انالايز، واجي اعمل ريفرش دي، اروح دايس كليك تحت كده واعمل ريفرش اول. اهي سمعت اهي تمام. يعني لازم ادوس لازم اعمل موضوع ريفرش ده عشان يلوت، ما ينفعش يلوت لوحده، اول ما ادخل الرقم يلوت لوحده. بالظبط تمام كده يا جماعه. تمام انتوا كده فاهمين يا جماعه الحته دي؟ لا حتى حلوه استنى بس تمام تمام كده. عايزين بس نعمل دي كده نكبرها شويه اهي. خليها سوليد بالظبط، خليها باللون الاسود ايوه تعالى ايوه ايوه جاب وايت مش الجاب وايت دي يا جماعه اللي هي بتبقى ايوه هي اكيد ايوه ده ما بين الفراغات. على فكره على فكره صبري قسما بالله انا بعملها وانا معاك يعني فاهم. يعني انا ايوه بشتغل وانا معاك. بص اهي ما انت بس هي بس بصراحه بيبقى الاكسل ده محتاج شويه انجلش شويه. لحظه 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 اهي انا كده عملتها له باللون الاسود اهو 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 ايوه كده باللون الاسود ايوه عشان ما تغيرش تاني، عشان كل ما اجي الاقيها بتغير برده تاني تمام كده. الو مع حضرتك. تمام بصوا بقى يا جماعه اللقطه اللي جايه دي بقى، احنا بقى عايزين نعمل بقى حاجه جامده جدا 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 في الاكسل وهتظبط معانا في حياتنا بقى. فاكرين
كلمة سلايسر فاكرين؟ تمام. بص بقى، انا عملت الداتا فيجواليزيشن دي بس وراها ال 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 الكلام بتاعها، البيفت تيبل بتاعها، يعني انا بس بغطي على البيفت تيبل ده كده. فاحنا عايزين ندخلها في سلايسر. بصوا يا جماعه، انا هعمل ستوب شير لحظه. السلايسر وظيفته ان هو عباره عن زراير بتدوس عليها بيغير لك الشكل كله. في الـ في الـ في التشارتس اللي انتوا هتشوفوها دي، التشارتس دي مش هتعرف تدوس على رقم على العربيه يجيب لك اللون بتاعها وهي جوه ايه وبتعمل ايه، انت بس هي شكل بس مش اكتر. فالسلايسر بمجرد ما بتدوس زي باتنز كده، باتنز يعني زراير، بتدوس على الزرار يغير لك شكل السلايسر. ما تيجي نشوف. نشوف انا كده فيجواليزيشن وعايزك تبعت لي. طب انا عديتها يا استاذ رحمه بقى، يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ما تحترموا ليه يا جماعه؟ ما تعديها يا استاذ رحمه بقى. حاضر. انا هخش معاكم دلوقتي اهو، لحظه اهو، لحظه نقفل ده ونفتح البورشن. بصوا يا ستي، هنيجي بقى هنا ناخد سلايسر من اي حته، يعني هنشيل كده الداتا فيجوال الشارت دي اهي، ونعمل دي كده، ونعمل انسرت سلايسر اهي في الانالايز، انسرت سلايسر ونروح مرج. بص بقى نعمل سلايسر بقى بايه يا جماعه؟ بنوع العربيه، بايه تاني؟ بالريجن، بايه تاني؟ انا ما شاء الله انا عمال اقول لنفسي يعني بالفيول تايب، بايه تاني؟ البرايس بالير. لا البرايس، لا البرايس كتير يا هند، البرايس كتير. انت عايزه حاجه تعرفي تدوري بيها بالير اهو. نروح جايين اوكي، ظهر لنا السلايسر اهو، نروح عاملين دي كده اهو، نروح عاملين سلايسر هنا كده. حد فاهم حاجه؟ ايوه، منك كل واحده لوحدها بالظبط. بصوا بقى يا جماعه، اللقطه دي ب 10 جنيه زي ما انا قلت لاستاذ رحمه من شويه. الموضوع ده هيعجبكم قوي. بصوا بقى السلايسر اهو، ده بقى شكل. بصوا بقى ونعمل بقى ايه، شايفين الشكل اللي هو التضليعات بتاعه الاكسل دي اللي هي الخلايا دي، احنا عايزين نشيلها عشان يبقى شكل احلى. هنروح عاملين دي كده توتال كده هنا، ونروح جايين على كلمة فيو كلمة جرايد لاين زي دي كده. بص شكله اختفى اهو، الشكل اختفى. ونروح عاملين كده هنا ونخليها لون مختلف، مثلا لون بالنسبة مثلا لون جراي كويس كده مثلا. تمام كده. معلش الشكل ده بس ما كانش عاجبني، عشان بس انا عايز اعمل بس الفورمات عشان الشكل ده مستفز اساسا. يعني ميتين كده اهو اوتوماتيك، ونخلي بس يعني الترنج اللي فات ده هنضطر نعملها كده اهو، نكبر الشكل بقى ده، نكبر كلمه اريا كونتريبيوشن دي نخليها مثلا برقم 20 اهي. اهي ونقلل دي كده لحظه بس كده اهي، ونخليها هنا كده. تمام كده يا جماعه؟ الو تمام. برضو دي حصل لها حاجه، لا اله الا الله. اهي نخليها برضو باللون الاسود اهو، اللون الاسود اهو. تمام اهو. بصوا بقى يا جماعه، اللقطه اللي جايه دي جامده قوي، تحبوا نختار انهي؟ بص لو انا دوست على كلمة هيونداي، بص ايه اللي هيحصل. ليكزس، لا انا ما ربطتهمش ببعض، معلش انا اسف، معلش ايه اللي احراج ده، معلش سامحوني يا جماعة. بص يا شيل بقى دي، اوعى يا ابني اوعى اطلع لفوق انزل. بص شايفين كلمة اوبشنز دي، ريبورت كونكشن، للاسف السلايسر دي ما كانتش مربوطه بكل ده،
تمام. فلما بتيجي تقف على السلايسر هتلاقي فيه ظهرت، بص لما تيجي تقف هنا مش ظاهره حاجه، مش اوبشن دي مش ظاهر، لما اجي ادوس هنا الاوبشن دي ظهرت، هروح دايس على ريبورت كونكشن وبيقول لي ايه اربط السلايسر بالبيفوت تيبل. ما احنا عاملين التلات خرايط دولت عاملينهم بتلات بيفوت تيبل، صح ولا غلط؟ صح صح يا جماعه، انتوا معايا ولا مع الاسف؟ معاك. في حد قال مع الاسف؟ مجدي انت مع الاسف صح؟ والله لا هو عشان الميكروفون، لا هو عشان الميكروفون بايظ شويه، وهي مش شويه الكلام يعني كده. احنا ربطنا كده، احنا ربطنا الثلاثه بيفت تيبل ونروح دايسين اوكي. بص بقى معلش بقى يعني يا رب ما تحرجني تاني، هنروح دايسين على كلمه هيونداي. شفت بقى اللي حصل؟ دوس على كلمه الثلاثه مع بعض. ايوه الثلاثه مع بعض. طب نفك الفلتر هنا، طب نختار كلمه 2021، اهي دي اتغيرت اهي بس دي ما اتغيرتش. طب نختار كلمه جاز، دي اتغيرت ودي ما اتغيرتش لان الجاز مش موجوده هنا. تعال نفك هنا دي لحظه، نختار مثلا كلمه ده، هو الريجن دي موجود فيها الرياض والمدينه ليه؟ مش رياض ومدينه ودمام، او رياض تاني. طب لو انا اخترت كلمه دمام، الدمام لا ايه يا عم ده، معلش انا اسف يا جماعه، معلش انا اسف انا اسف، نضطر نعمل السلايسر ده نربطهم كل سلايسر بالثلاثه. يعني انا اخترت ده اول واحد وجبت الثلاثه اهو، هنيجي نقف هنا ونعمل هنا ونختار الثلاثه، انا اسف، ونيجي نعمل هنا ونعمل هنا ونختار الثلاثه، نربطهم الثلاثه ببعض، ونيجي نعمل هنا ونعمل هنا ونختار الثلاثه، ندوس اوكي. معلش اخر مره يا جماعه انا اسف، نعمل تاني. 2021 اتغيرت اهي، معلش انا 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 معلش يا جماعه انا بتكلم كده اسف. تمام فك دي كده، احنا بنستفيد من تجارب حضرتك. اه طبعا طبعا. يا على فكره يا جماعه بصوا، في 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 نوع كده اسمه حاجه حلوه قوي انا بمشي عليه. حد سمع عن كلمه تراي اند ايرور؟ كلمه ايه؟ تصحيح الاخطاء. تراي اند ايرور، بصوا يا جماعه انا دي حياتي، دي حياتي بالظبط جدع. لحظه بصوا يا جماعه، انا كمحمد تحسين حياتي كلها عباره عن تراي اند ايرور. في حاجات انا مش انا، بصوا الاكسل ده لو حد قال لك ان اجابته من هنا بس، لا اجابته من هنا، يعني ودنك من هنا جحا، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وبيدي ايدي من تحت وبيقول لكم من هنا. يعني انا قصدي في اكتر من كذا طريقه تقدروا تجيبوا بيها كذا حاجه. فانا لو قلت لكم ان انا عالم في الاكسل، لا انا مش عالم في الاكسل، انا واحد بدرس كورسات في الاكسل وعملت كذا كورس في الاكسل، بس في نفس الوقت في حاجه بتقابلني مشاكل قصادكم وانا قاعد معاكم. وعلى فكره دي بتبقى حاجه كويسه، على فكره ان انت تقدر تتعلم من اخطائي. فاهم قصدي ايه؟ ما هو لو انا كل حاجه ماشيه بيرفكت انت هتنسى، لكن لما نغلط زي فاكرين كلمه اف اللي كانت اتعملت من شويه دي، اللي احنا عملناها من حوالي الحلقه الثانيه او الثالثه ثانيه اف دي اف دي انا بعملها. انت بتتكلم يا مجدي؟ انت بتتكلم؟ السماعه الثانيه اوكي، شيل السماعه يا مجدي واتكلم. شلت السماعه. شلت السماعه. بقول حضرتك عملتها في المحاضره الثانيه، كانت لذيذه يعني، اللي احنا كنا احنا اللي بنساعد حضرتك فيها. انا مش انا عملتها يعني، انا قصدي بص اف دي انا بعملها يعتبر كل اسبوعين ثلاثه، بس طبيعي ان انا ساعات بغلط وساعات دماغي بتعطل وساعات دماغي بتقف. فانا في اللحظه اللي انا كنت معاكم دي دماغي وقفت، زي في البيفت تيبل. البيفت تيبل برده نفس النظام، ان انا وقفت ان انا دماغي ايه ده، انا كنت عايز اعرف الشهر اللي قبليه والشهر اللي بعديه، طب انا نسيت. فاهم قصدي؟ هو ده اللي انا بكلم فيه. الشارتس اللي انا بقولها لكم دي، في حاجه جامده قوي ودي حاجه انت بتعرفها من تراي اند ايرور، اللي انت بتغلط عشان تعدل تاني، تراي اند ايرور تغلط وتعدل تاني. الفكره دي يا جماعه فكره جامده جدا تستخدمها في حياتك كلها. لا احسن حاجه تمام كده نكمل. مجدي ما تركبش السماعه تاني. خلاص لا اخر مره خلاص مش اوكي. بصوا يا جماعه اللقطه دي هتعجبكم قوي، لما نيجي بقى نختار، احنا كده ربطنا كل السلايسر الكونكشنز ببعض، ربطنا البيفت تيبلز كلها بالسلايسر. نيجي نعمل مثلا نختار الجاز، بص الجاز لما اجي اختار الجاز ركزوا بقى، تلاقي
الجاز ما هو للاسف هنا مش هتلاقوها قوي. الجاز اكتريه الوقت كله بيبقى موجود في الرياض، يعني الفيول تايب بتاعه او اللي هي اغلبيه ال الديزل، ما اتشالت الديزل موجوده في قاسم بس. اه بصوا يا جماعه الجاز موجوده فيه، ركزوا معايا عشان افتح بس الكاميرا لحظه، اتكلم بس وانا في الكاميرا كده. الجاز موجوده فيه كل الحاجات دي، كل العربيات دي. انتوا معايا؟ انا ستيبل تمام. تمام. لما جيت شلت الجاز وجبت الديزل بقت موجوده في عربيه التويوتا بس، وفي قاسم اللي هي قاسم او اللي هي بلد اسمها قاسم، وفي التويوتا هنا قصيم. قصيم اوكي شكرا. قصيم المهم يعني المهم يعني ايه. ونيجي هنا بقى، بص بقى لما نيجي مثلا نختار حاجه اسمها زي هيونداي، هيونداي موجوده في الرياض بس وموجوده والبرايس بتاعها اهو، وكانت المايل ايج او اللي هي مشيت كام كيلو في 2021، مشيت حوالي 20 كيلو. طب نفكر 20000 20000 اه صح بالظبط 20000 كيلو صح. آه مثلا نختار مثلا، طب ايه رايك عايزين نختار كذا حاجه، نختار اهو نساء جريت وول. ايه جريت وول دي؟ ايه الاسامي العجيبه دي؟ معلش كده يا جماعه، نختار ليكزس ونختار معاها مرسيدس. ليكزس ومرسيدس، ليكزس ومرسيدس اهم. واحده مشيت منهم 25000 كيلو والثانيه فوق والثانيه حوالي 35000 كيلو، موجودين في الرياض يعني اكتريت باعهم كلهم في الرياض. تبع الجاز، يعني مين فيهم الجاز؟ يعني هم كلهم تبع الجاز. حتى بصوا تلاقوا يا جماعه الفلاتر اتفلترت هنا، الفلاتر اتعملت في السلايسر، يعني انا فكيت دي كده اهو، بمجرد ما اختار كلمه نيسان هتلاقي كلمه نيسان. ولا اقول لك نفك ده كمان، نفك دي كمان، كله نفك. لما نيجي نختار كلمه نيسان، نيسان اهي في منها هايبرد، اه في منها هايبرد. هنختار كلمه ايه؟ لحظه يا جماعه معلش، انا نيسان اهي، لا انا عامل معلش اهي نيسان اهي. النيسان لما انا جيت اخترت نيسان 2021 جاز بس وفي الرياض، حد خد باله من اللقطه دي؟ نغير كل الجدول في وقت واحد بالظبط. لما نيجي نفك الفلتر اهو، نختار مثلا وليكن تويوتا، تويوتا موجوده في 2021، نفك الفلتر كله اهو، انا فكيت كل الفلتر. تويوتا اهو موجود في 2021، موجود منها في حاجه اسمها هايبرد فيها، اه في الهايبر فيها. يعني ايه هايبرد؟ دي هايبرد دي اللي هي جاز وبنزين، يعني حاجات زي كده، وموجوده في الرياض. لما اجي افك دي على فكره، دي يا جماعه حلوه قوي على فكره، السلايسر ده، السلايسر ده جامد قوي اهو. ده كده دي الداتا فيجواليزيشن تمام. بس كده حاجه بقى اوت اوف ريكورد، اللي انا بس افك بس